السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. تفضل. بعد اذن حضرتك عن حكم ان معه ثمن الضحيه ولم يضحي. لا اسم عليه، محروم فقط من الاجر، اجر الاضحيه، لكن لا اسم عليه. اما حديث جزاكم الله خيرا، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا فلا يصح. جزاكم الله خيرا. واياك حبيبي.